في زيادة الرزق. من هذه الأسباب قراءة القرآن الكريم. وقد يعجب السامع، ما علاقة قراءة القرآن الكريم بزيادة الرزق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، ويوسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين. هل هناك أوضح من ذلك؟ البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، ويوسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أهله، ويقل خيره، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. إنك إذا قرأت القرآن الكريم اقتربت من الله، وإذا اقتربت منه اقتربت من طاعته، وإذا أطعته كافأك بسعة الرزق. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه. إن القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه. وروى الإمام الغزالي قصة أن رجلاً لازم باب عمر رضي الله عنه، ضاق به زرعاً، قال: يا هذا، هاجرت إلى عمر أم إلى الله؟ هذه مشكلة تقع في كل وقت. يعني إنسان ينسى الله، يرى الشيخ كل يوم كل يوم كل يوم، استقمت ما صار معي شيء، أديت الصلوات الخمس وقيام الليل ما ارتزقت، لا يرى الله يرى الشيخ، هذا خطأ كبير. قال له: هاجرت إلي أم إلى الله؟ تعلم القرآن فإنه يغنيك عن بابه. فغاب حتى فقده عمر، فوجده يتعبد، فقال: قرأت القرآن فأغناني عن عمر. فقال: وما وجدت فيه؟ قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فبكى عمر رضي الله عنه. أول نقطة في هذه الخطبة أن قراءة القرآن توسع الرزق. البند الثاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحد أصحاب رسول الله سمرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة. قلت: يا رسول الله، زدنا. قال: صلاة الليل وصوم الهواجر. قلت: يا رسول الله، زدنا. قال: كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر. كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر. قلت: يا رسول الله، زدنا. قال: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد طلب الخير من مكامنه. طلب الخير من مكامنه، يعني أنت حينما تصلي على النبي تذكر كماله، تذكر ورعه، تذكر استقامته، تذكر حبه لله، فإذا اقتديت به استحققت أن يوسع الله عليك في الرزق.